لكن أنا متفاجئ حقيقة، سماحة السيد مقتدى الصدر يدعو إلى الحوار العلني في حين إحنا لم نجد حوار علني كل السنوات الماضية، وهذه الأخيرة في الجمعة الماضية التقى سماحة السيد بجنين بلاس خارت، ولم نعرف مخرجات هذا الاجتماع، ما هو ماذا قيل. خرجت بلاس خارت بدقيقة وعشرة ثواني تحدثت للملأ عن شيء أصلا لم تتحدث عن ما يدور. طيب ماذا حدث؟ ماذا قيل؟ لماذا يطلب سماحة السيد تدخل الأمم المتحدة؟ مخرجات هذه المناظرة ما هي؟ ملفات هذه المناظرة ما هي؟ طيب هذا الطلب مشروع، وإذا كان بداية حقيقة، ونشد على يد سماحة السيد، إذا كان بداية لإنهاء هذه الأزمة السياسية ولإنهاء الانسداد السياسي والذهاب باتجاه الجلوس إلى طاولة حوار مستديرة، أمر عقلائي وجيد جدا ونبارك له.